Ladies and gentlemen, السيدات والسادة, ابن النيل يحييكم من تايم سكوير بمنهائم بنيويورك بأمريكا. يجي عليكم الدور النهائي بين فريق نادي الأهلي بطل أفريقيا وبين فريق نادي توفيق أكاشا الدولي. يا سلام, مباراة بين برقص مهمة جدا. يا عليك يا توفيق أكاشا, المباراة مذاعة في 50 ولاية بأمريكا, 50 ستيت بتذيع المباراة, نيويورك, نيوجيرسي, بنسلفانيا, كاليفورنيا, فيرجينيا, فلوريدا, ده غير ساوث أمريكا ونورث أمريكا, يعني كولومبيا, كوستاريكا, نيكاراغوا, ده غير قارة آسيا, أفريقيا, أوروبا العجوزة. يا سلام, والمباراة الغريب إنها مش بتتذاع في مصر لأن التلفزيون المصري ما بيجيبش الحقيقة. فاكرين يوم الثورة كانت مصر بتغتصب, شباب مصر كله بيدافع عن مصر في التحرير, والتلفزيون المصري جايب البلد فاضية والكوبري فاضي والبلد في أمان. يا سلام عليك يا تلفزيون جمهورية مصر العربية, بتوع الإذاعة ضمايرهم متباعة. يعني احنا كده لو جينا المباراة في التلفزيون المصري هتلاقي التلفزيون المصري جايب اللعيبة قاعدة في المدرجات والجماهير هي اللي بتلعب. وانا شايف دلوقتي اكتر من 80 مليون مشجع جايين يشجعوا نادي الاهلي. اهلي 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 اهلي. يا جماهيره جميلة وحلوة وكبيرة, وجماهير نادي توفيق أكاشا حوالي 200,000 متفرج. سيداتي ساداتي, نبذة تفصيلية عن كابتن أكاشا اللي بيتحدى نادي الأهلي النهاردة قدام العالم كله. توفيق أكاشا هو اللي عامل الفريق ده وبيصرف عليه وبيدرب الفريق وبيلعب في الفريق. توفيق أكاشا يا جماعة واخد الدكتوراه من عندنا هنا من أمريكا, واخدها ازاي أنا معرفش, ده هو أصلا ما بيعرفش يتكلم عربي. هيعمل بقى زي طه حسين, طه حسين واخد الدكتوراه في اللغة العربية من فرنسا. يعني حاجة غريبة والله, شعب مصر شعب طيب. ومن ضمن غرائب توفيق أكاشا, توفيق أكاشا بيقول ان امه خلصت كلية الاداب في الوقت اللي ما كانش فيه حد بيتجوز, وان جده شكله شكل الاوروبيين. يا سلام عليك يا توفيق أكاشا. وبيقول انا كده كده هاخد الكاس من الاهلي لانه مهدد ابو تريكا, وبيقول له لو جبت جون فينا هخطف ابنك تريكا. ومن سنتين كان مهدد عصام الحضري برضه وبيقول له هاخد الفريق وانزل كفر البطيخ, اخد كل البطيخ اللي فيها وهتبقى بلدك اسمها كفر من غير بطيخ. ايه خيالك ده يا توفيق أكاشا؟ تعالوا بقى يا جماعة نشوف تشكيل فريق توفيق أكاشا. عامل الفريق تشكيله غريب, كل اللعيبة اسمهم أكاشا, يعني خط الوسط أكاشا, الباك أكاشا, الجون أكاشا, راس الحرب أكاشا, الوينج أكاشا, كل الفريق أكاشا في أكاشا. ليه كده يا أكاشا؟ قال لك علشان خاطر يبقى سهل على المذيع ويبقى سهل في التشجيع. أكاشا الجون, أكاشا الباك, أكاشا الوينج, أكاشا الوينج, أكاشا الباك, أكاشا الجون, أكاشا الباك, أكاشا الوينج, وأكاشا الوينج, وأكاشا الباك, وأكاشا الحربة. يا أكاشا يا وين, أكاشا الجون, أكاشا الباك, أكاشا الوينج, وأكاشا الجون, أكاشا الباك, أكاشا الوينج, وأكاشا الباك, وأكاشا الوينج, وأكاشا الحربة. يا أكاشا يا وين, أنا ما بصش إيد صفوان الشريف, أنا بص إيد عمر الشريف. وانا شايف دلوقتي فريق نادي أكاشا نزل ارض الملعب بزي الرسم الجميل وكاتب على الفانلات ممنوع التدخين, وطائم الحكام نزل ارض الملعب اهوت. انا شايف دلوقتي توفيق أكاشا بيبوس ايد الحكم يا وبيبوس ايد اللايف مان. وتوفيق أكاشا سمع ان عصام الحضري مسمي نفسه السد العالي, راح توفيق أكاشا مسمي نفسه متر الانفاق. توفيق أكاشا عامل جايزة كبيرة للي هيجيب الجون الأول في نادي الأهلي, اللي هيجيب الجون الأول في نادي الأهلي توفيق أكاشا هيديله بكر بطل.
واللي هيجيب الجون الثاني في نادي الاهلي توفيق عكاشه هيخليه يسلم على نانسي عجرم. مباراه تاريخيه حماسيه يا جماعه، وانا شايف دلوقتي في مجموعه من الفنانين جايين يشجعوا توفيق عكاشه. يا ريت الكاميرا تجيبهم لنا، يا متشكرين اول المخرج. طالع في الصوره دلوقتي الفنان طلعت زكريا اللي اخره كانت الكاميرا الخفيه. ايه ده، اكبر شنب في السينما المصريه، يعني شنبه بتوين 1500 شعره ل2000 شعرايه. يا سلام عليك يا اللي جنبه، تامر حسني. ايه يا تامر يا حسني، شعر رجله باين من صدره، ايه الجمال ده، ايه الفنانين دي، ومين اللي قاعده جنب تامر حسني؟ سماح انور. ودي فنانه في ايه انا مش عارف، طول عمرها تقوم بدور الراجل في السينما المصريه، ده بتقول ولعه في جماهير الاهلي. وقاعد جنب سماح انور الفنانه عفاف شعيب، وقاعد جنبها من على اليمين ولاد اخواتها، في ولد بياكل بيتزا والتاني بياكل ريش، سنتين وبياكل ريش. يا سلام، يعني الواد ده لما يكبر ممكن يتعشى بخروف. وقاعد جنب عفاف شعيب اخطر فنان جابته جمهوريه مصر العربيه. اوعى الخيال، اوعى الخيال يا عمرو يا مصطفى، ربنا يسترها، لانه ممكن عمرو مصطفى بعد انتهاء المباراه يقول يعني انتوا عايزين تقولوا لي ان ده نادي الاهلي؟ لا ده فوتوشوب، ده نادي الاهلي الحقيقي بيلعب في الهند. خيال واسع، دماغه فيها عربية ناموس بتوسوس له، خلي الواقع خيال. سيداتي يا نساتي ساداتي، وانا شايف دلوقتي طاقم الحكام بيعمل القرعة بين كابتن محمد ابو تريكا كابتن نادي الاهلي، وبين كابتن توفيق عكاشة كابتن فريق توفيق عكاشة الدولي. والقرعة بقى مش بتتعمل بالفلوس ويشوف الكرة مع مين، ده القرعة بتتعمل ان الحكم بيرفع ايده لفوق وبيضرب توفيق عكاشة على قفاه. لو توفيق عكاشة قال اه يبقى الكورة مع الاهلي، لو توفيق عكاشة ما قالش اه يبقى الكورة مع نادي توفيق عكاشة. واستحمل يا توفيق عكاشة، والحكم رفع ايده لفوق وتوفيق عكاشة مستعد والجماهير بتحييه. لا 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 اي عكاشة عمره ما يقول اي، لا 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 اي عكاشة عمره ما يقول اي، لا 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 اي عكاشة عمره ما يقول اي. يا سلام، توفيق عكاشة ما قالش اي، توفيق عكاشة ما قالش اي، والكورة مع فريق توفيق عكاشة وتبدا المباراة. توفيق عكاشة اداها لعكاشة الحربة، عكاشة الحربة اداها لعكاشة الوسط، عكاشة الوسط اداها هناك عند عكاشة الويند، عكاشة الويند خدها من ابو تريكة، ابو تريكة اداها لمتعب، متعب شاطها عند ماندا، ماندا اتدحرج شاطها هناك عند ابو تريكة، ابو تريكة ابو تريكة لمتعب. يا سلام، جوه الجول، هو ده نادي الاهلي يا جماعة. الحقوها 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 الحقوها، الاهلاويه ولعوها، الحقوها الحقوها، الاهلاويه ولعوها، الحقوها الحقوها، الحقوها الحقوها، الشياطين هيولعوها، الحقوها الحقوها، الشياطين هيولعوها. هو ده نادي البطولات يا جماعة، وانا شايف دلوقتي توفيق عكاشة بيجري ورا عكاشة الجون ومتنرفز جدا، وينتهي الشوط الاول. المخنوع المخنوع هو هو، المخنوع المخنوع هو هو، الى ستات البيوت اللي في مصر، الى كل فتاة والى كل فتاية، الى كل شاب والى كل ما شبش، الى كل الستات، هنقدم لكم مسحوق المخلوع يغسل كموج البحر. مسحوق المخلوع 30 سنة منظف جيوبنا، جيوبنا فيري كلين. مسحوق المخلوع، ومعانا دلوقتي واحدة ست تحكي لنا قصتها مع مسحوق المخلوع. أنا جوزي شغال بلطجي، وكل يوم يرجع من التحرير والهدوم بتاعته متغرقة دم والجمل متعور. جربت كل المساحيق
جوزي ما نضيفش احسن جوزي وزن لانه بلطجي. جربت مسحوق المخلوع نضف جوزي وبقى كويس. مسحوق المخلوع بنصح كل ست بيت تستخدمه. شفتوا بقى هي دي قصتها مع مسحوق المخلوع. فإلى كل الستات اللي في مصر تجمعي مسحوق المخلوع وتطلعي الصورة بتاعت المخلوع من المسحوق وتعينيها معاكي في بيتك في شنطتك في أي مكان في الشقة. ولما تمر يا هانم بأي ظروف صعبة أو أي مصيبة تجيلك تبقي تطلعي الصورة وتبص فيها وتعرفي إن الحمد لله ربنا خلصنا من أكبر مصيبة. المخلوع المخلوع سيداتي سادتي بدلان الشوط الثاني خدوا بالكم من الشوط الثاني على رأي الفنان منير مراد ابو تريكا بيسانتر اداها المانجا مانجا شاطها هناك عند شريف اكرامي شريف اكرامي شريف اكرامي شاطها شوطه عاليه يا سلام جوه الجون شريف اكرامي الجون جابها جون في عكاشة الجون شريف اكرامي يا سلام جوه الجون. نادي الاهلي يا جماعه ملوش حل ملوش حل. وتوفيق عكاشه متنرفز وايه ده يا عكاشه ده اللي بتعمله ده اتاري توفيق عكاشه يا جماعه بيقول لازم اخد الكاس وفعلا هياخده لانه شاور ل 165 الف بلطجي. ايه ده نجم ارض الملعب ايه ده يا عكاشه ده وبيضربوا في الجماهير وبياخدوا الكاس عافيه. ايه ده يا ام الدنيا ده انت ما كنتيش كده يا ام الدنيا. ايه اللي بيحصل ده يا ام الدنيا. سيداتي يا نساتي ساداتي نأسف لوضع الإنسان وشكرا لحسن استماعكم شكرا لحسن استماعكم. عكاشة الباب عكاشة الوين عكاشة الوين عكاشة الباب عكاشة الجون عكاشة الباب عكاشة الوين وعكاشة الوين وعكاشة الباب وعكاشة الحرفة يا عكاشة يا وين عكاشة البون عكاشة الباب عكاشة الوس وعكاشة البون عكاشة الباب عكاشة الوس وعكاشة الباب وعكاشة الوين وعكاشة الحرفة يا عكاشة يا وين. أنا ما بصتش إيد صفوة الشريف أنا بصت إيد عمر الشريف. عكاشة البون عكاشة الباب عكاشة الوس عكاشة الوين عكاشة الباب عكاشة البون عكاشة الباب عكاشة الوس وعكاشة الوين وعكاشة الباب وعكاشة الحربة يا عكاشة يا وين. عكاشة البون عكاشة الباب عكاشة الوس وعكاشة البون عكاشة الباب عكاشة الوس وعكاشة الباب وعكاشة الوين وعكاشة الحربة يا عكاشة يا وين. انا ما بصش ايد صفوة الشريف انا بص ايد عمر الشريف.